كل بس هذه حضرتك اخر مره كنت معايا قلت لي هنحاول نجيب فرقه افريقيه قبل البطوله دي. قبل البطوله اه طب وبعدين العراق دي كانت بعيده عننا شويه، ولا انت شايف الموضوع؟ العراق كانت مناسبه جدا ان هي هتيجي مصر، الجزائر هتبقى مثلا معسكر بالظبط يعني، نفس المدرسه قريبه شويه، قريبه شويه من مدرسه الجزائر وطريقه الجزائر في اللعب العراق، فقلت مناسبه جدا. هيبقى عندي نيجيريا ومالي، انا هشوفهم هناك. طب انت كابتن مش شايف برضه، معلش ده يعني مش عايز ظلم ليك، ان هو اللي موجود بناخده يعني، العراق مكان هيبقى في مصر فنلعب معاه، مش ده برضه ظلم ليك يعني؟ انت المفروض يبقى انت محضر والناس محضره لك احنا محضرين، لكن بيحصل مع مين يعني، لكن هو العراق جاي مصر فهنعمل معاها ماتش. هو في صعوبات طبعا يعني، زي ما انت بتقول كده في صعوبات كتير جدا. ليه مش عاملين اجنده كده ومحضر، انا عندي الماتش كذا؟ لا احنا محضرين. ايوه انا عارف ليه مش محطوط بقى، احنا محضرين يعني، لكن الاجنده محضره بس مفيش ماتشات فعليا يعني. للاسف بيحصل اعتذارات. احنا اول لما حصلت القرعه بتاعت البطوله دي اتصلنا بكل الفرق اللي هي في المجموعه الثانيه، اللي هي زي السنغال زي تونس كده. الظروف برضو صعبه. ليه بقى مباراتهم في اوقات، في مباراتهم في توقيتات مرتبط، هم مرتبطين بمباراه احنا يعني لازم نلعب في نفس الوقت دوت، لان برضو في دوري عام. ما انا قلت لك موضوع الدوري ده عمل لنا مشكله، طبعا عمل لنا مشكله كبيره، ولازم احنا طبعا الموسم يستمر نتيجه الظروف اللي كنا فيها السنوات يعني. في السابقه على اوقات مش هتمشي معانا، مش هتمشي معانا، مش هتعرف تجمع لعيبتك، مش هتعرف تقول للعيبه مش موجوده. هيبقى في دوري، هيبقى في منتخب مصر الاول بيلعب، ففي صعوبات كبيره جدا. اتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه دي يعني، بس هي مباراه يوم 22 بالنسبه لي مهمه جدا 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 ان شاء الله، لانها المباراه النهائيه. حتى ان شاء الله ما نخش معسكر يوم 13، هيبقى فيه برضو بعض اللعيبه الموجوده مع المنتخب الاول، لكن انا بفكر اعمل مباراه مع فرقه محليه هنا يعني، فرقه من فرق الدوري العام بالمجموعه اللي انا موجود معاها، بحيث ان انا يبقى فيه ما بين 13 لغايه 22 مباراتين. كل ده ان شاء الله اللي هيحصل. انا كابتن بالفتره دي لا انا مش راضي، انا قلت لك يا كابتن حازم في البدايه يعني انا مش راضي، كان نفسي يبقى اكتر. طب بتعول على ايه يا كابتن يعني؟ دايما معلش يعني، خلينا حياتك من الناس المنظمه في شغلك بشكل كبير جدا، ففي الكوره 1+1=2، حياتك معول على انك هتكسب وتوصل افريقيا، على نفسك، على لعيبتك، على ايه يعني؟ لان برضو حاجه مهمه جدا الوضع الحاله يا كابتن حازم صعب جدا. هعمل ايه في موضوع الدوري يعني؟ موضوع الدوري وظروف الدوري المصري والبلد في الفتره دي محتاجه ان الدوري يبقى ماشي، وهتبقى في صعوبه جدا لو احنا اجلنا الدوري عشان المنتخب الاولمبي. ويمكن عاوز اقول حاجه كابتن حازم، اعتقد لو انت حللت المنتخبات الاولمبيه قبل كده هتلاقي ان اكتر فتره هيكل لمنتخب الاولمبي بيشارك في الدوري اللي هو منتخبنا ده يعني. برضه في منتخبات انت مشكله يا كابتن. طبعا عملنا مشكله ان اللعيبه، الناس الانديه كلها مش عايزه تسيب لعيبتها بالظبط. وفي منتخبات كانت مميزه جدا يعني، المنتخب اللي انت كنت فيه المنتخب الاولمبي كان فيه اسماء. لعبنا يا كابتن 40 ماتش بالظبط، وانت بتقول لي اتكلم، احنا بنقعد بالشهر بره بس بتاع ماتشات. انا اتكلمت انا وانت قبل كده، وانا عرفت ان انتوا لعبتوا 40 ماتش. ما كان مهندس هاني ابو ريده كان مشرف على الاسماء دي بالظبط، مهندس هاني ابو ريده هو اللي كان مشرف اعتقد في الوقت ده. يمكن الوقت ده ما كانش فيه الكم اللي بيلعب في الدوري، مع ان الاسماء اللي كملت في الكوره. ما احنا بعد ما خلصنا بقى كلنا انطلقنا على فوق بالظبط، لكن انا بتوع انطلقوا بدري شويه بقى. فهي دي الصعوبه. طب عملت برضه حضرتك، قول لي موضوع انت حضرتك ما اعلنتش لسه القايمه ولا اعلنت؟ لا لسه ما اعلنتش القايمه، لسه في مباراه هتلعب يوم 12 هتعلن بقى ان شاء الله. لكن قايمه الاهلي والزمالك اعلنت يعني، خدت خلاص من الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك خدت، لكن بقيه الانديه لسه. طب حضرتك هتعلن رقم اللي هتطلع بيه على السنغال، ولا هتاخد اكتر شويه؟ هي البطوله 21 لاعب يعني. لا من اصلا ممكن تاخد مثلا 25 وتفضي، ممكن تصفي. انا هبدا المعسكر ب 25 لاعب. هبدا المعسكر بتاعي ب 25 لاعب، تحسما لاشياء كثيره جدا، مقارنه في بعض المراكز وحالات اللعيبه، في اشياء كثيره طبعا في دماغي يعني، فهبدا المعسكر ب 25. طيب الانديه الثانيه بقى اللي انت هتاخد منها اثنين او واحد والدوري يشتغل معاهم بفرقهم، ان هم هيكملوا الدوري تمام، ابتديت اسمع ان هم هيتكلموا معاك، احنا عندنا ثلاثه، لا هتاخد اثنين وتسيب لي واحد، هتاخد واحد يعني كده، ابتدى فعلا حد يتكلم معاك في الموضوع ده؟ انا حصل طبعا كابتن حازم، يمكن اول امبارح بقرا كده فلقيت تصريح لوادي دجله، ابتديت اعرف تحس يعني. فابتديت طبعا استغربت جدا، ويمكن مشكور كابتن حماده صدقي النهارده اتصل و ايه التصريح طبعا كابتن، وكلم اسامه عرابي وقال له ان انا طبعا ما صرحتش كده، لكن انا استغربت كان ايه التصريح، ان في اتفاق ما بين حسام البدري وعمر حسين ان ما ياخدش اكتر من 3 لاعبين من وادي دجله، عشان مش عاوز يقدم مباراه وادي دجله طبعا. فانا طبعا ضحكت للتصريح زي ده طبعا يعني، منتخب ومصلحه وفي نفس الوقت هيكل، انا ليا حساباتي الخاصه فيه، فاستحاله ان انا هيجي عامر حسين يتفق معايا ان احنا نقول لا ناخد 2 من النادي ده عشان الدوري. انا مصلحتي اخد اللعيبه اللي انا عاوزها، اللعيبه اللي انا محتاجها، اللعيبه اللي هي هتخدمني،
بعيد عن اي حاجه، بعيد مش تقعد تحت ضغوط كابتن الانديه يعني. انت لو عندك 3 لعيبه في النادي هتاخدهم طبعا، حتى لو ده طبعا ان هما بيقولوا زمالك الاهلي بس مصلحته. لا 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 كابتن حسن بعيد خالص يعني، دي مصلحتي ومصلحه وامانه ومنتخب مصر. استحاله ان انا هبص ان فرقه يتاجل لها مباريات او فرقه لا ما يتاجلهاش مباريات. اللي انا عاوزه هاخده، اللي انا مش عاوزه مش هاخده. واستحاله ان انا افكر يعني في لاعب مش هي يعني مش هيفيدني هاخده، او ممكن ازود في عدد من نادي عشان اجله مبارياته، فبالتالي هاخد لاعب مش هستفيد بيه. استحاله ان انا اعمل كده. لكن حضرتك اي لعيب هيعجبك هتاخده طبعا، بغض النظر بقى تلات انديه تلات لعيبه في نادي خمسه أكيد واحد اكيد طبعا اكيد طبعا. لا اصل ساعه الجد هتلاقي فيه مساومات يعني، وهما برضه هيبقى لك مع مين يعني؟ مع معينة مع الانديه معينة؟ هيقول لك لا صعب. ده عندنا دوري. لا لا صعب يا كابتن حسن، يعني مستحيل قاطع. مستحيل يعني مستحيل. ده كويس عشان برضه في الاخر خلي بالك انت الكابتن اللي هتحاسب يعني. مش هقول لك انت لا مستحيل الليله ان شاء الله تكسب باذن الله، وانا متفائل الخير بس انت فعلا انت اللي هتحاسب على المشاهير زي ما بيقولوا. على الكابتن اكيد طبعا يعني استحاله طبعا. طيب هل في ممكن يكون موضوع المحترفين ده، هل ممكن يكون في امل نلعب معاك حد من المحترفين؟ والله بنحاول لكن طبعا مش حاطط امل كبير. لا طبعا مش حاطط امل حتى لو مثلا الماتش الاولاني او الثاني. محضر نفسي طبعا يعني، يمكن في كريم حافظ اللي بيلعب في قبرص الظهير الايسر بنتكلم مع بعض، عنده مباراتين يوم 22 29 بنحاول نتفق مع النادي بتاعه ان هو اخر مباراه يبقى يوم 22 على اساس يبقى موجود معنا في البطوله من الاول. كوكا هيبقى صعب لكن هيبقى في حديث بيني وبين كوكا، هو طبعا منضم دلوقتي هينضم للمنتخب الاول، هيبقى في حديث هل في امكانيه ولا لا. لكن رجعنا كل الجداول الخاصه بكوكا، رجعنا الجداول الموجوده لعمرو ورده، للاسف في ارتباطات في نفس موعد البطوله. 29 ده يبقى يوم ايه مثلا؟ السبت ولا حد مثلا؟ يوم 29 اعتقد هيبقى يوم حد باذن الله. يبقى عنده هو ماتشات. لو هو ممكن في وسط الاسبوع ممكن يجي يعني لو ما فيش مشاكل يعني، بس هو عنده مباريات اخرى هيبقى صعب طبعا، فاحنا بنشوف يعني. لكن زي ما انا قلت يمكن انا طبعا متابع فرقه نيجيريا، نيجيريا يعني تم استدعاء 16 محترف بيحاولوا مع الانديه بتاعتهم. مالي برضو عندهم محترفين كتير جدا في فرنسا في موناكو، وعندهم في انديه كتير بيحاولوا برضو زينا كده. لكن اتمنى طبعا لو احنا مش هنقدر نجيب المحترفين، اتمنى محترفين تانيين ما يجوش يعني. بس انا بالذات نيجيريا اعتقد 16 محترف صعب جدا ان كلهم ما يجوش يعني. اعتقد على الاقل هيبقى في 4 5 موجودين مع فرقه نيجيريا يعني.